صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم بنسلط فيها الضوء على الجولة الثالثة من دورينا، وراح ناخذ بعض الآراء الفنية حول هذه الجولة بشكل عام من خلال تقرير اللي يكون دائما بعد نهاية كل جولة، تقرير شامل حول هذه الجولة، إضافة إلى بعض المواضيع الأخرى اللي راح نناقشها مع ضيوفنا ومحللينا اللي متواجدين معنا اليوم. على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم، بجانبه اللاعب السابق والمدرب ايضا الكابتن مسعود فريدون، على اليسار اللاعب الدولي السابق الكابتن فرج لهيب، واقصى اليسار ايضا الحارس الدولي السابق الكابتن نواف الخالدي. حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، نسعد دائما بمشاركتكم، نسعد دائما بمن ايضا يتفاعل معنا في حسابات الوسائل الخاصه في برنامج الديربي في تويتر، انستغرام، سناب شات، في الفيسبوك. شكر لرعاتنا وداعمينا شركة وينرز العالمية، معقمات هايجين ومياه الترا، شكر لأطياب المرشود، شكر لمركز عبد الله تقي للأقمشة، شكر لنظارات كيفان، شكر لشركة غرب الخليج العقارية، شكر لشركة انكوست، شكر أيضا لشركة الأنظمة الأوروبية، شكر لديرندير، شكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفا وزيوس في الكويت، والشكر لمعرض أسد للملابس الرياضية. بما أني أتكلم عن السبونسر والرعاة، طبعا اخونا فهد البكر رئيس مجلس إدارة شركة وينرز، واخوي بدر البكر نائب الرئيس، دائما يعني هذه الشركة وكلاء لعدة امور الحقيقة لها وزنها ولها قيمتها، ودائما اخوي فهد البكر واخوي بدر ايضا يبحثون عن الاشياء المميزة، الاشياء الثقيلة، الاشياء اللي لها يعني ايضا تقديرها واحترامها عند المواطنين والمقيمين. اليوم الاخوان طبعا عندهم وكالة ماي مسافي، واعتقد ماي مسافي من المياه المعروفة ايضا مو بس بالكويت، على مستوى العالم، مياه نقية، مياه من 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 جبال راقية في تركيا، وهذه دعوة للجميع لاقتناء ماي مسافي ايضا. مشكور يا اخوي فهد البكر، شيء هم حلو ينحط في الجنطة، ينحط معانا في الايد، فكل الشكر لك على هال ايضا دائما تبحث عن الجديد والمميز، وماي مسافي ايضا من المياه المميزه. تفضل وائل. احسنت. جرب واعطنا رايك بماي مسافي. بدون ما مجربينه، ماي جيد، ماي جيد، ماي جيد ولا سمعته الطيبه. اي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بس قلنا جرب، ما قلنا اشرب. الله. يروي صح؟ يروي هاك هذا لك. مشكور يعني. مشكور. ايضا قبل لا ابدي بعزي اخونا العزيز حسن الخواجه رئيس لجنه الميني جول بوفاه والدته، عظم الله اجرك يا اخوي حسن، وان شاء الله مثواها الجنه. ايضا قبل لا ابدي في مناشده يمكن اعتقد انتشرت في اكثر من مكان، هذه المناشده من بعض الاخوان، يعني مو بس ترى اخونا اللي يمكن مشكورا اخوي فيصل البصري حط المناشده في حسابه في وسائل السوشيال ميديا، اعتقد اخونا الانصاري او المنصوري، ماني متذكر والله الاسم لكن يعذرني، عموما هو كلمني شخصيا هو، ونيابه عن ايضا كثير من الاخوان اللي موجودين في لندن حاليا، خاصه اللي ايضا يعني انتهى او انتهت فتره علاجهم، او علاجهم خلاص يعني الدكاتره اسمحوا لهم انه يرجعون للكويت. الاخوان حسب ما بلغوني انه تم ابلاغ المكتب الصحي، وامانه الاخوان في المكتب الصحي قاموا بالواجب واكثر وسووا اللي عليهم، لكن الموضوع عند الاخوان في وزاره الصحه، وحسب ما ذكر لي يا معالي وزير الصحه الشيخ باسل الصباح، وهذه مناشده لك، كل ما يكلمون احد في الوزاره يقول ان شاء الله اليومين، ان شاء الله اليومين، ان شاء الله اليومين، ان شاء يعني هذه يعني هذا العشم اللي يعطونه الاخوان في وزاره الصحه للاخوان المرضى هناك ما له داعي، يا ان تقول له يبا ترى ما في مجال ودبر حالك، ضبط امورك، سو اجراءاتك، يا انه والله ان شاء الله مثلا بعد اسبوع الامور تنتهي، بعد يومين الامور بس انه يومين ويتخلون الناس يراجعون المكتب الصحي، ولا يتصلون بالوزاره، ولا اهاليهم يراجعون الوزاره وتطنشونهم، لا ان شاء الله بعد يومين، ما يعني اتمنى تكون في شفافيه يا طويل العمر يا شيخ باسل الصباح. ما يصير الناس، في منهم انا اللي عرفت ان حالته يعني خلاص منتهيه، ما يعني يمكن خلال الايام لا سمح الله ممكن يعني يمر في حاله صعبه، خليه عنده هلا، خليه
يجابلونه أهله، يكون بين عياله بين إخوانه بين أسرته. أمنا كذي يعني مخلين الأمور يعني بروحهم هم مرضى ونفسيتهم تعبانة وكورونا، وانتوا فوق بعد هالأمر هم قاعد تزيدون هالمعاناة. والأمر الأصعب علي وآخر نقطة، يعني اليوم الإخوان في المكتب الصحي جزاهم الله خير، ترى المخصصات وحتى هذه طبعا من الحكومة هم يشكرون عليها ماشية. يعني أنت تدري مخصص كم؟ 100 دينار أعتقد باليوم، وتقريبا في 100 مريض. زين أنت ال 100 دينار من ال 100 مريض يعني باليوم كم قاعد تدفع؟ 10,000 دينار يا أخي. هذه ال 10,000 دينار طير الطيارة ويجيب هالمرضى. ليش قاعد تصرف هالمصاريف يا شيخ باسل؟ ليش هالمصاريف اللي تصرفها وأنت بالنهاية تقدر تطير الطيارة ما تكلفك 1000 دينار؟ لأن هي طيارة الكويتية وأساسا هم تذاكرهم مدفوعة ذهابا وإيابا، يعني ما راح تكلفك شيء. حتى الطاقم يمكن 2 أو 3 لأن بالنهاية ما في لا وجبات لا الأمور هذه بسبب كورونا. فاليوم يعني في أمور تنظر لها جانب إنساني، تنظر لها جانب مادي. يعني أنا هذا اللي أقدر أقوله بس كمناشد. والله أنا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طبعا بربط الموضوع هذا موضوع إن أنت بداية قلت لنا فيه بتكلم عن أمور فنية، بتكلم عن موضوع الإيقاف بعد. احنا طبعا نطالب وزير الصحة، يعني شيء على مثل ما قلت شيء إنساني، وبعدين الشغلة الثانية أنت ما تدري نفسية المريض نفسه ونفسية أهله. فأنا أعتقد أن هذا القرار يحتاج بدال ما احترامي ولا أنا ولا ترى مو ضد الموضوع أنه والله الوافدين ما الوافد، بدال ما تطير طيارات مثل من ناس من برا قاعدين يعني مو كويتين قاعدين يجون، مع احترامي لهم وأنا ضد أن نتكلم على الوافدين نتكلم هذا، لكن أعتقد هذيلا أولى على الأقل بدهم، ما نقول كنسل ذيلاك ولا حار يعني لا طنش ذيلاك، لا أنا أقول لك بد هذيلا اللي هذا يعني في أولوية، خلي أولية حق هذيلا المرضى هذيلا الأولية، خلي الأولوية لهم بس لا أكثر ولا أقل. نعم هذا في موضوع أنا بعد موضوع اللي قال راح نتكلم عنه، تمام بتكلمون عنه ما توقعت عمالي فنية، لا راح نتكلم عنه راح نتكلم بس عن الدوري. شنو في شيء جديد يعني؟ لا أنا قصدي أن الحين يعني تأجل الاجتماع اللي مع الوزير. نعم. فأنا أتمنى إن الاجتماع القادم يأخذوا القرار ويردون. أنت صدقني أنت التوقيف النشاط راح تخلي الأمر ترى برا، يعني أنت ما راح تقعدهم بالبيت اللاعبين. نعم. راح يلعبون برا، راح يصير أشياء ثانية، راح يصير فوضى أكثر. أما لما تبدي بالدوري أول شيء يقول تحت حمايتك وتحت سيطرتك. صحيح. انت مسيطر عليهم سواء بالتمارين او في المباريات. صحيح. فانا اتمنى ان من سعاده يعني الوزير انه يتفق مع وزير الصحه مع الوزراء انه ياخذ قرار انه يبتدي الدوري بنظام. نعم. بنظام هذا. طيب. اللي نتمنى عموما يعني على هالطاري احنا لابد ان نبارك كاسره عاملين في قناه الاي تي في بشكل عام واسره برنامج الديربي بشكل خاص لإخواننا في الإمارات. الإمارات أصبح خامس دولة في العالم والأولى على مستوى الوطن العربي توصل للمريخ من خلال مسبار الأمل اللي أطلق خلال يومين الماضيين. يعني أنا اللي مستغرب منه ما يعني أول شيء أهني شيخ سمو الأمير خليفة بن زايد أمير دولة الإمارات، شيخ محمد بن زايد، شيخ محمد بن راشد، يعني هالرجال اللي قاعد يعملون بإخلاص من أجل الإمارات ومن أجل شعب الإمارات. ونشوف هذه الأمور اللي قاعد نشوفها صراحة اللي تثلج الصدر، نبارك لهم. فرحنا مثل ما أنتم فرحانين صراحة، وفرحنا لفرحكم لأن شيء نفتخر فيه إحنا ككويتيين قبل لا تفتخرون فيه أنتم كإماراتيين. هذا الأمر يسعدنا ويشرفنا ونفتخر فيه أمانة. لكن إحنا نرجع نقول يعني شوف الدول الثانية، قطر توا أيضا خلص اليوم نهاية مونديال الأندية، ونشكر الشيخ سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد على هالتنظيم الرائع، والشيخ جوعان بن حمد والشيخ حمد بن خليفة تنظيم رائع ما في أي مشاكل لله الحمد، حضور مميز، جمهور، يعني أنا ما أدري إحنا بسعود بس نشكر. لا إحنا يعني هم ما عندهم كورونا، إحنا ما عندنا والله بسعود، هم ما عندهم كورونا إحنا عندنا كورونا. دور عينا كمحللين ونشوف بس قاعدين نشكر، يعني نشوف إخواننا وربعنا بالإمارات أو بقطر من يضمون حدث ولا إنجاز بس نشكر. المشكلة إنه مو قاعد يشوفون، عرفت يعني نبي احد يشوف، نبي احد يطالع شو اللي قاعد يصير برياضتنا، شوف العالم وصلت وين احنا وصلنا، بس احنا علينا ان نشكر. أيوة. هذا اللي احنا بنعمله. طيب عموما يعني هم شيء بشيء يذكر، الناس قاعد يعني نتابع دوريات العالم ونشوف. استمتعنا اليوم مباراه الاهلي والاتحاد. ما باركت منو الاهلي بالميراس؟ اي الاهلي ثالث بالميراس
الاهلي المصري تعادل لا ضد فاز ضربه جزاء لا فاز ما فاز لا تعادل فاز لا فاز الاهلي شلون تعادل والله بالانتيار اي بس تعادل اي بس مباراه تعادل مو مو فوز اي في فوز شلون يعني فوز بالبلنتيات ما يصير شلون يعني بيعيشوا طول عمره شوتوا بلنتيات خلاص اقول خلصت من الهلال الحين بيفتح له باب على لا صدق تكلم بالصدق يعني ما مبارك ما تبارك له بارك حق الاهلي الاهلي المصري وصول ثلاث 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 حق قطر ما بارك حق الاهلي انت بارك نيابه عني خلا يستاهلون يستاهلون يعني لو الزمالك لا والله على لو الزمالك بالحكام بعد بالحكام اكو اكو حاطين حكم افريقي حق فريق افريقي شلون والله الاهلي مو مصري مو من افريقيا شلون يحطون حكم افريقي والمدرب يصير لك المدرب الاهلي المصري يصير يصير حق الحكم انت انت اللي قلت يحطون حكم افريقي حق فريق افريقي حط اسيوي حط لا 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 اوروبي حط الحكم افريقي ما يصير لا لا ما لا يصير انت عارف يعني ما شاء الله المصريين خفت دمهم فبعد مباراه بايرن ميونخ والاهلي المصري فواحد زملكاوي داز صوره نوير جوتشي وكاتب يا جماعه اللي ما شافش الحارس في المباراه فهو ده هو ده اللي وقف في الجون فعشان انه ما هجمه ولا هجمه يعني هو ده يقول نوير يعني هو نفسه اللي وقف يا جماعه اللي ما شاف الكاميرا ما حطته لا انجاز يعني شفت البلنتيات اكو واحد شوت بلنتي حق الجمهور كنا بيقول الحارس صد بلنتيين الحين حباب انا 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 متوقع ان لاعبين بالميراس قالوا حق الشناوي اي زاويه بيشوت متوقع خل اقول ترى مصريين امريكا الجنوبيه البرازيل لا بارك حق اخوي سهيل الحويك تستاهلون والله تستاهلون يا اخوي سهيل والبافاريه يستاهلون سداسيه تاريخيه على الاقل لا يذون البرشلونيه دوخونا فريق سداسية أشوان يا فريق يسكت البرشلونية لا بس خداها خداها يعني سداسية حق ميونخ أصعب ترى من لا وبشرف وبشرف نعم صحيح بشرف ترى في في فرق لما تأخذ دوري أبطال آسيا بالحكام في فرق لما تأخذ سداسية بشرف وأمانة لا احنا والله حتى على كلامك وسعود يعني نهني أنفسنا قبل الله نهني قطر والله نعم على التنظيم على هذا وأنا أعتقد وأتوقع وما أعتقد أتوقع إنه راح يكون من أفضل كأس عالم بقطر إن شاء الله راح يكون ونتمنى يعني إن الأمر هذا يعني إحنا نغبطهم عليه حقيقة يعني في 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 غيرة محببة يعني نتمنى إن نوصل يعني ويعني اشكر والله لا لا بس اشكر اي لا بس اشكر اي والله لا يعني يعني شويه غيريه محببه ها يعني نغبطهم ما نحسدهم ان شاء الله ما لا حسد لكن نغبطهم نتمنى نوصل خل رفيجك يدعي لنا وفي 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 الجانب الاخر حقيقه يعني مثل ما قال عزيز اللي ما وصل الاخوان في الامارات نعم يعني صدق فيهم قول المتنبي اذا ما كنت إذا كنت ذا شرف المرون فلا تغنى بدون النجوم. قالك لا تقول. لا تعول سالك دق عليك. لا 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 فعلا دق عليه. والله الريال والله. تعلم المريخ. أنت الحين مو تقول حكي. أنت ما تقول. الريال يقول. اليوم عزيز. من جاي من جاي الشاعر. متنبي. شاعر متنبي. أنا دارس مدرسة المتنبي. إيه والله. دسمان عند قصر دسمان. لا 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 شوف شوف. يعني اليوم متنبي. شكل متنبي. متنبي ما هو اللي قال الشعر. ايه لا 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 يعني شوف الفرق يعني شوف سبحان الله اليوم هم وصلوا للمريخ واحنا عزيز ياشد عشان طياره للناس اقول مرضى مساكين واجب انساني وعمل انساني عموما مثل ما قالوا الاخوان مبارك انا يعني الشيء الجميل قبل لا اختم هالموضوع واسعدني صراحه اليوم زياره معالي وزير الرياضه سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل للشيخ جوعان بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وتبادل القمصان التذكارية بين الشيخ جوعان وبين سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وتبادل الدروع التذكارية أمانة يعني هذه الروح اللي دائما احنا نفرح فيها ككويتيين لم الشمل وهذه دائما يعني أفعال شيوخنا وحكامنا لم الشمل ونبذ الخلافات ووحدة الصف ولله الحمد شفناها في هذا التجمع بوجود سمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل الرجل المتواضع الخلوق
اللي دائما انا يعني افرح صراحه لما اشوف هذا الرجل بتواضعه واخلاقه، وايضا استقبال الشيخ جوعان اللي ايضا لا يقل بالتاكيد تواضعا واحتراما وتقديرا من سمو الامير عبد العزيز بن تركي. هذه الروح دائما اللي احنا كنا دائما ككويتيين، وكان سمو الامير راحل الشيخ صباح رحمه الله عليه يشد عليها بان ابناء الخليج هم ابناء بلد واحد واسره واحده وبيت واحد ووطن واحد. الله يديم على المملكه وعلى دوله قطر الامن والامان، وعلى الخليج، والله يديم هالمحبه بين شيوخ قطر وحكام السعوديه، والله لا يفرق بيننا ان شاء الله ولا يفرق بينهم، ودائما ان شاء الله الامن والامان موجود بظل قياده حكيمه من حكامنا وقادتنا، قاده دول مجلس التعاون اللي نثق فيهم ونعتز فيهم ونحترم ونقدرهم. دائما هم خير من يقود هذه المسيره بحنكتهم وحكمتهم. عموما خل نروح حق حدث قلت انا حق الاخوان بس علينا نتابع، شوفوا هالمباراه اللي صارت بين الاهلي والاتحاد في ديربي المنطقه الغربيه. هار لك للملكي، هار لك للراقي، الله فكك مني يا عبد الله الظفيري. اليوم ابو علي شفت الملعب، الملعب هذا ملعب فرعي لملعب الجوهره. شوف الملعب الفرعي، اعلانات، ارضيه، كراسي الاحتياط، كراسي كانها ملعب، وهذا الشيء مو كراسي ملعب قهوه. هذا الشيء الصح ان انا بالاستاد استغل المرافق الثانيه، الملاعب الصغيره وهذه استغلها. بعد اذكر جملتي قلتها انت مره، قلتها لو كل محافظه وكل منطقه تسوي ملعب يشيل 5000 او 3000 شخص افضل. اي نعم صح، اذكر هذا ملعب فرعي يلعبون عليه مباريات، يقول لك ونقل تلفزيون لا مباراه رسميه تقول له ملعب عليه استاذ يعني. جابر الفرعي تقدر تلعب عليه مباراه، ما تقدر نفس الصوره بنفس. وانا قاعد اقول لك انك ما يعني انت مسوي ارض ومسوي المساحه هذه، استغلها في امور ثانيه. ما ادري بعد احنا ما نقدر غير عزيز قال هارد لك الاهلي. ايه وانا اقول له مبروك، لان يعني فلت اليوم من خساره. لو فايز الاول شنو؟ لا حبيبي انت كم فرصه ضيع؟ فلت من خساره للاتحاد، يعني شايف مباراه. اي نعم الاتحاد سيد المباراه واستحق انه يفوز، وكان افضل. والغريب ان الاهلي يعني مبين انه كان خايف، والاهلي الاهلي يبون تعادل، بين اقول لك شيء مسكرين مسكرين، والاهلي والاهلي مسكرين، والاتحاد يعني انا اقول هارد لك الاتحاد، انا اقول هارد لك الاتحاد. واضح ما يحب الاهلي صدق، واضح والله من كلامك. لا هو الهلال يعني من التعادل يوم صالح الهلال. ليش ما عدل بس اقول لك لا انا اقول لك الاهلي الاهلي صح يعني هارد لك زين الاهلي يجهز والاهلي، لكن مع الاتحاد كانوا خايفين. اليوم الاتحاد افضل، والاتحاد هارد لك الاتحاد النقطه. وعزيز نقول مبروك للاهلي، مبروك ان طلعوا يعني بنقطه من الاتحاد. والله رايك والسمة يا عزيز ترى مثل ما انت تحب الحب وفيجي يعني لكن يعني خالد شايف اللعب. ايش رايك بخالد؟ ايش رايك بخالد؟ على ما اظن يوم شفت المباراه الاتحاد تسيد المباراه بشكل عام بالاستحواذ، ولكن بالثلث الهجومي كان ما هو فعال، كان تفقد اللمسه الاخيره. منو كان الاخطر؟ الاخطر الاهلي طبعا. الحين الكره الاهلي كان اخطر لدقيقه 70. اوكي لدقيقه 70 كان الاهلي اخطر. بعد ما لو تشوف اللقطه اللي المدرب نادى اللاعبين وشرح لهم، لان كان في فرق، الفرق شنو؟ انه كان الاهلي يعتمد انه يلعب الاطراف دائما على الاطراف، ولا والاتحاد كان مصر يهاجم من العمق. فبعد الدقيقة 70 هني شكلت خطورة الاتحاد، بعد ما فتح قام يلعب على الاطراف لاعب الاتحاد، يمكن بعد اول فرصة لهم يمكن مالت فهد المولد العرضية لما بالراس. لكن طول المباراة الاخطر الاهلي، عنده فرصة قبلها الاهلي، ولكن الاتحاد كان اميز في الاستحواذ والانتشار. ولكن اليوم انا اعيب نادي الاتحاد بحكم انه كان تنظيم الدفاعي سيء، ما هو تنظيم فريق بحكم نادي الاتحاد. يعني الجول هذا ما يدش في فريق بحجم نادي الاتحاد. يعني
لو تشوف الجول وقفه اللاعبين اخر دقيقه لا 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 والله جول الاتحاد جول الاتحاد اتكلم عن الاتحاد الجول على الاتحاد نشاطنا المحلي بشكل سريع طبعا الشباب ناقصه مباراه عنده 17 مباراه متصدر الدوري السعودي دوري الامير محمد بن سلمان ب 35 نقطه الاهلي الثاني عنده مباراه زياده ب 34 نقطه الهلال الثالث ب 33 نقطه من 17 مباراه الاتحاد الرابع 29 نقطه طبعا النصر تذكر مبارك الدوسري قبل وين النصر الاخير ما كان يطنزون الحين الخامس هم يطنزون والله الخامس يصعد لما يصعد موضوع الهلال هذا تسجيل اللاعب هذا طموح النصر الخامس تسجيل اللاعب فرفعوا احتجاج لا يقولون مو صحيح مو صحيح هذا العين ايه؟ لا مو صحيح ما في هذا طموح النصر الخامس البدايه كانت سيئه طبيعي ايه؟ بس اقول لك كان قبل الاخير كان يطنزون ربع مبارك الاخير الاخير راح يطيح يبي ياخذ الدوري يعني ممكن حتى لو ما اخذ الدوري شو الغريب انا بس ان شاء الله مو الهلال ياخذ الدوري شو الغريب ياخذ الدوري اي فريق ياخذ الدوري شلون تعودين عليك لا شو الغريب اذا النصر اخذ الدوري يعني وين الغريب بالموضوع الدوري يعني؟ هذا لا صعب شلون صعب لا صعب ياخذ من الاخير للخامس يعني قادر يعني قادر يصعد بعد ماكو خلط يا رواد الهلال ما ياخذونه ما لهم فرصه ياخذ الدوري لا الهلال لا الهلال يعني الهلال النصر لا ما ياخذ ابو علي ما يصير لا النصر اوكي لا غزل عن الهلال لا حتى النصر قادر بس الشباب والاهلي منافسينه لا الشباب اي الشباب حقيقه يعني فريق محترم ومقدم مستويات كبيره ويستحق حقيقه المكان اللي هو فيها خاصه يعني عمل كبير حقيقه من البلطان يعني انا معجب هالشخصيه الرياضيه الرائعه حقيقه نعم. ونشوف الان الاتحاد اللي كان في الموسم الاخيره نافس على الهبوط اي فالحين كلنا سعداء بعوده الاتحاد وسعود نعم. السمار ايش اخباره قول شيهم إيه لا حارس إيه حارس إيه عموما وبنفيجي هذا شو أخباره هو كان موجود لما سابع فاز هو فاز العربي أقرأ تغريدتين على السريع بس أخونا الدوسري يقول أصبح عليك وعلى الكباتن اللي معاك ألاحظ في الآونة الأخيرة وخصوصا في الدوري السعودي تشجع الفرق الضعيفة أو تنحاز لها وتبرر لها الفشل بالتحكيم أرجو تقرأ تغريدتي والله أنا أشجع الفرق اللي ضد الهلال أي فريق ضد الهلال اشجع احنا نشجع نشجع الفريق اللي مع ربع الهلال طيب بشكل سريع بس اختم في الدوري السعودي ان شاء الله اذا الدوري مو حق حمد الله يروح حق السومه سعد الله واذا مو السومه يروح حق بليز قول ان شاء الله روح حق فاصل ليش واحد اتحاد صباحكم الله بالخير نظرة سريعة على الجولة الثالثة من دورينا من خلال هذا التقرير وبعدها سنتحدث بشكل يعني تفصيلي نوعا ما عن هذه الجولة وأبرز ملاحظات متابعينا وأيضا ضيوفنا على الجولة الثالثة في الجولة الثالثة من دورينا دوري STC الممتاز كان أبرز حدث في هذه الجولة مشاركة علاء الدين دالي اللاعب السوري في صفوف العربي الذي أظهر إمكانيات كبيرة وسجل هدفين من أصل أربعة في أول ظهور له أحداث كثيرة في مباراة الشباب والعربي كان أبطالها الطاقم التحكيمي بقيادة عمار اشكناني بحصول محترفي الشباب على بطاقات حمراء مباشرة بعد العودة إلى الفار حراس البرمة كانوا على الموعد هذه المرة بتألق سعد العنزي رغم الخسارة الكبيرة برباعية نظيفة أمام العربي وكذلك تصدي أحمد الدوسري حارس مرمى خيطان ليوسف ناصر وتألق بشكل عام في المواجهة ضد حامل اللقب نادي الكويت وأخيرا سليمان عبد الغفور أهدى فريق صدارة الدوري بالتناصف مع النصر بتصدي لأخطر فرص الشباب في المباراة عن طريق أوسينو سيزار أما من الناحية الجمالية للأهداف فقد أظهرت الجولة الثالثة من الدوري رأسية رائعة لشبيب الخالدي بمرمى فريقه السابق الساحل على طريقة الهولندي فان بيرسي وواصل سيف الحشان متعته في صناعة الأهداف بصناعته لهدف قاتل لعدي الصيفي على السالمية أما يسارية فواز الرشيدي التي فكت شفرة شباك النصر العذراء بطريقة أنيقة لقائد لفحي حيل جولة استحق فيها نادي خيطان أن نقول له جود لك
على القتالية التي أظهرها الفريق وإحرازه لأول نقطة في الدوري الممتاز. أما الهارد لك لنادي الشباب على الخسارة الكبيرة من العربي في مباراة لم يظهر بها أزرق الأحمدي بالمستوى المتوقع منه. شكراً أخوي فواز. الشيء المحزن الحقيقة أن يعني بعد هالجولات الثلاث اللي كانت مليئة بالإثارة وأحداث وقرارات تحكيمية وأمور ومفاجآت، يجون الأخوان يوقفون الدوري ويحبطون كل هالفرق اللي كانت متحمسة وكانت مندفعة والجمهور متفاعل مع 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 الدوري ومع الكرة ومع الرياضة، لكن للأسف يعني ما أدري شو أقول. عموماً خلينا نرجع حق لا والله لا 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 غصب عنه الاتحاد يعني وده يوقف الدوري ولا إيه وده لا ما وده يوقف لا مو ما والله ما وده على هالأمور اللي قاعدة تصير. شنو فع مثل ما قال أنت هاي قاعد مشتغل دوري مشتغل أنت تهدقر الناس تهدقر لهذا يبغى في أمور قاعد وياهم ناقشهم يبغى وزير الصحة مع ترامة على عيننا وراسنا وزير الفلاني على عيننا وراسنا وكل الوزراء على عيننا وراسنا بس في أمور يبغى تعرف في أمور ما تعرفها إحنا نعرفها نعرف شنو الأحسن شنو الأفضل شنو هذا يتي بس تعال وقفوا خلاص بس كذي سهلة هذه. وأنا قاعد أقول ما يبي تحملون مسؤولية مشكلة إنه تعال أسهل شيء أسهل غلط بس وقف عشان يبتدي ويتحل عن المسؤولية فرغ ماشي. وبعدين الرياضة اللي تبعد عن الوباء الحين شفت الحين شفت هذا اللي الكلمة اللي قلتها بالبداية الحين مو بيوقف إن شاء الله ما يتوقف إن شاء الله يوم الأحد يطلع قرار من صالح الرياضيين من صالح كل شيء. لا أنا أعتقد إن باكر هذين من تخليهم يروحون ما مو تحت سيطرتك ولا تحت ولا تحت حمايتك صدقني باكر يروحون يلعبون بالسكة يروحون يصير فوضى أكثر. يعني الإخوان الاتحاد حتى الحين يردنا ورا يعني موضوع لما سويت دوري التصنيف شنو استفدت الحين ياك الموقف وقفت الدوري وراح مرة ثانية يعني بيتأجل النشاط على كلام الإشارات أنت لازم تحط عندي الأكاديمية الحين الحراس والله كسروا خاطري كل دقيقة أقيل كنت شلون تمرين متى تمرين متى تمرين أنت قاعد تمرن الأكاديمية إحنا صار لنا سنة اليهال أقول والله وين مسوي قاعد تمرن اشتراكات اشتراكات لا والله اليهال وقفت اشتراكات مالي زين مسكين أقول هذا لا ما نواف أنا إحنا مراحل البراعم والأشبال والناشئين والشباب من شهر اثنين لطاف واقف صار لهم سنة شو تقول الحين إحنا ما علينا هذا دوريك لا هو 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 أبو علي يعني شيء بسيط يعني الإخوان أنا ما نقول والله شوف أوروبا بيقول لك والله هذيل تسويق شوف قطر اليوم يا أخي هو اللي يمنا يعني قطر ما عندهم كورونا الإمارات ما عندهم كورونا بس في السعودية ما عندهم كورونا عمان اليوم دوريهم شغال ما عندهم كورونا يعني بس كورونا بالكويت بس بالكويت يعني والعملية العملية بلا تنظيم بس طيب نروح حق الجولة الثالثة. أبو علي أخونا محمد أحمد يقول ألاحظ قاعد تبالغون يعني الكثير منكم قاعد يبالغ في مدح علاء الدين مع أن أول مباراة له مع العالم لا يعني إحنا طبعا ما مدحنا على أساس أنه والله أنه خلاص ولا هذا لكن سوى شيء يعني بأول مباراة يعني رجع رافع مرة أول مباراة دول أربع جول إيه مع العربي وبعدين إيه نعم إيه لا قاعد أقول لك أول مباراة وإحنا وأنا واحد من الناس يعني يمكن كلامه في شيء في جزئية نحترمها يعني في جزئية من كلامه إنه يمكن فعلًا إحنا نقول عن شيء يطلع بعدين مو هذا الطموح اللي إحنا بس إحنا كبداية لازم نتكلم عنه ونشي فيه ونرفع له لا 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 بعد هو إيه يعني إحنا ما علينا من الجولين ترى اللي سجلهم تحس إنه قاعد يأخذ أماكن صح نعم. قاعد يتحرك صح يخلق الفرص بإضافة أبو علي على كلامك مو بس جولين يمكن الحين صار عنده حلول وايد في 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 الشق الهجومي إيه؟ عنده سنوسي عنده بندر عنده المحترف دباق. نفسه دالي الدباء فعنده اكثر من حلول هذا لكن ما عشان يسجل هدف هاي النقطه اللي قاعد اقولها ابو ليف انه في بعض الاحيان المهاجم بس انت جمهوركم يستعيل المهاجم حتى لو ما يقول دائما قول قولين الحين برا وراه يكون مو زين لا لا انا اقول لك بلاي وانا قصدي انه لما في بعض الاحيان احنا كنا رياضيين عارف يمكن ما يقول لكن تحس انه يخلق فرص لا لا حق زميل قاعد ياخذ أيده بتغريده نعم. طيب. أنا أيده نعم بصور. يعني مدحه أكثر من إيه في يعني في محترفين إذا سجلوا أول مباراة
هدفين او هاتريك او سوبر هاتريك خلاص الصحف والناس كلها تمجد فيه، بعد المباراه الثانيه ولا الثالثه ما يسجل يصير انتقادات عليه كبيره تاثر نفسيا. انا ترى مو على الجولين بلايب، انا انا اقول الحلول اللي موجوده صح قاعد يخلق فرص، يعني حقي مثلا لو يتحرك يعطي فرصه حق مهاجم ثاني ياخذ مكان. نعم. انا بسال المهاجمين هني سؤال، والحلو بالموضوع ان كل واحد مثلا لعب اكثر من فريق، ابي يعني شنو شعوره الحين؟ يعني هل اول مباراه لك مع فريق تنتقل نفسيا، يعني هل يعني تشعر في ضغط يعني لازم تسجل مثلا؟ طبعا طبيعي. يعني انا ما تفضل تقول ها إيه ما زي لما تصنع تروالي الهجوم لما يقول غير لا هم الصناعه والاهداف بحكم اول مباراه لك وبحجم الفريق اللي انت رايح له هو شعور واحد. اي شعور واحد انك انت انت سويت شيء حق الفريق هذا أول دورك. اول مباراه يمكن انت هذا الجولين مع احمد الدين هذا يمكن يصير شيء ايجابي معه، تفتح معه بحكم ان انت دوافع جديد على الفريق. تثبت نفسك لو تلعب زين وما تقول هذا بيك تفرق. انا بيك في هذه. شوف اللي قاله مسعود صح، ان انا منتقل مثلا نادي اسجل هدف او اصنع هدف شيء نفسي حقي انا حق المباراه القادمه، لكن في تفاصيل في تفاصيل صغيره المشاهد او الجمهور ما عارفها، اللي مثلا تحركاتي نزولي خلف فرص هالامور هذه كلها هاي تفاصيل ما يدري فيها الجمهور، لكن كفريق وكمدرب عارف ادوار قاعد اسويها. لا انت نفسيا حق المباراه القادمه لعب زين بس ما قوى. الحين شوف ابو عزيز شوف الحين هذا الدباغ ترى لعب بالقادسيه، راح اليرموك، راح احنا يا ويانا السالميه لعب السالميه سجل قول جول، يعني ما ادري هل يمكن طريقه تكتيك اللعب يمكن مع الفريق اللي يلعب، يعني الدباغ لعب باليرموك لعب هذا اخر شيء اخذوا العربي الحين شوفه يعني قاعد يقول يمكن توفق. اي ما قاعد اقول فيهم الشباب في مباراه العربي أول شيء هل الحكم صدق؟ مع أن أنا بتكلم بشكل عام، أنا شفت الجولة كلها وبتكلم عن الشباب. نعم. للأمانة الخسارة فيها وايد سلبيات وفيها إيجابيات، إن إحنا لازم نعرف إن إحنا كل مباراة لازم ندش ما نكون مشحونين ولكن نكون إحنا شغلنا في الملعب. اليوم التحكيم بشكل عام بالكويت كله يعكس حال الرياضة بالكويت عندنا. اليوم التحكيم ليش كانك كله تقطع لحظه انت لعبت مع السالميه احسن من سوالك. انا اتكلم جيت مباراه وراها نزل مسافه قلت تحكيم، قاعد اتكلم بشكل عام. انت تقول مشحونين؟ انا بشكل عام قاعد اتكلم برجع حق الشباب. انا قاعد اقول ارد اقول لك التحكيم عندنا بشكل عام يعكس حاله رياضيه عندنا بالكويت، هذا واقع. اثنين اليوم التحكيم عندنا في مانر واحد او اثنين ولا باقي الحكام مستواهم الفني او التحكيمي اقل من مستوى اللاعبين. اليوم عندنا احنا كلنا اليوم نشوف ان المستوى الفني بالكويت اللاعبين ما هو المستوى الفني اللي احنا كنا نشوفه قبل 10 سنين او 15 سنه. اليوم المستوى الفني عندنا عادي، ولكن فوق ما ان المستوى الفني عندنا كلاعبين في جيد اعلى من المستوى الفني والتحكيمي عندنا الحكام. اليوم الحكام وحكام الفار قاعد يخلقون مشاكل في تفاصيل المباراه وانتم ما قاعد تحسون فيها. اللاعب شوفه اليوم 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 انت كحكم مو دورك بس انك انت تبي تي تحضر مباراه، لا دورك انت اليوم تقرا المنافس، تقرا الفريق افكار اللاعبين، طريقه اللاعبين، لازم تعرف انت توقف المباراه دقيقتين وثلاث تذبح الفريق. يوم انت تناقش يك اللاعب، يوم انت تتكلم نواف باسلوب واكلم فرج باسلوب، هذه يفهمها اللاعب. لما الفرج يلعب في نادي كبير ونواف في نادي صغير واسلوب يتفاوت بين نواف، هذا يخلق احباط في اللاعب، فما يعطي. هذا ما صار في مباراه الشباب والعربي. خلي الحالات اللي صارت حالات صحيحة، طردين، ولكن انت شوف الحالات التفاصيل ما بين المباريات، في امور يستحق الفوز العربي. منو ما قال يستحق الفوز؟ واقع ان العربي يفوز العربي عاتب. ولكن احنا العتابنا، انا اقول لك العتاب اللي علينا ان احنا ما ظهرنا بالمستوى الفني اللي احنا شفناه. هذه الاجابه، لا تقول الحكام انت ما كنت زين بالمباراه. الاسباب اللي خلقت ان نادي الشباب في اخطاء فنيه، طبعا المدرب يتحمل، طبعا المدرب يتحمل، وحتى مباراه اليوم في لغط كبير طلع ان المدرب في مشكله مع عبد الله البادر، لكن ما في قال بعدين قالوا مريض المدرب. بعدين وصلت لي معلومه ان مشكله مع جابر الزنكي. لا المدرب مريض، كان يومها مدرب مريض، كان بيحضر ولكن قالوا لي بلا تحضر. يعني موجود بالكويت، موجود قاعد يدير التمرين. قالوا انه طالع برا الكويت. لا قاعد يدير تمرين، لا والله قاعد يدير تمرين، ولكن انا اقول لك المشكله صارت كورونا ولا مريض عادي. هو كان شاكين
ايه عشان شاكي ولكن دور كان هم مباراة سالمية. لو كورونا كان حطيت يم جابر بزنكي كان حطينا يم عادي عادي ولكن من اول دقائق شنو تختم شنو عشان بختم ان احنا اليوم انا قاعد ارد اقول لك اخطائنا متكرره. نعم نادي الشباب كشباب بفكر ان احنا قاعد اخطائنا متكرره لا استحقيت الخساره. لا حتى قبل عادي وهذا حتى اداره يعني خلوا امور الفنيه حتى اداره الفريق يتحملون طبعا صح جزء يعني جاب انا شو اخطاء متكرره يعني امون عليه اقول لك وايد مشحونين اللاعبين لكم دور انتم كاداره فريق لكم دور. لا مسعود انا اختلف معك بجزئيه والله لان يعني نادي الشباب مع امام السالميه قدم سوى الاروع. ليش ما تقول يعني دخلت مع العربي انت سيء خلي الطردين ما تكلم مستحقين الخساره. لا بس قاعد يقول في تفاصيل اوكي فلو غزه تحكيم جزء طيب من الشباب قبل طرد اهم فرج التوابع ما قدم شيء بالمباراه. لا 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 لا, لا 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 ما كنا بنقدم ما شفنا كان يستلم الكره هو شاف المباراه انا قدم شيء شباب قدم شيء قدم شيء مع الطرد مع الطرد كان في نقل كره وكان يوصل انت راضي مستوى الشباب مو هذا مستوى الشباب مع السالميه العربي كان اداء افضل بالمباراه كلها من الشوط الاول في اسباب كانت في اسباب هنا ما راح اقدر اتحكم انت اداءك مو زين اغلب الاسباب كانت هي انا ما راح اقول لك حتى الاداره حتى لا انا اقول لك شنو في اسباب فنيه ولكن انت راضي عن على مستوى التحكيم لا التحكيم بشكل عام مو زين انا اتفق معك التحكيم ما حد خرب شيء التحكيم والفار التحكيم في اخطاء خرب المستوى خالد المشكله في تهيئه اللاعبين انا اقول خالد العربي مو بعدين في نغلب خالد ما احترموا فريق العربي اوكي لان فازوا فازوا على مثل ما قال فازوا على السالميه وراهين على العربي تفكيرهم تجيني دور الاداري فريقكم استحق الفوز على السالميه طبعا استحق يقولون النتيجه العادله كانت تعادل لا يعني شوف حقيقه يعني طبعا القاسيه اللي فاز على السالميه هذا امر ما هو يعني شيء غريب لكن طريقه الهدف حقيقه ليش مو غريب تاخر سنين السلق السالميه قاعد يغلبك لا ادري حتى السالميه اقول فاز ما هو شيء يعني لا بس انه استحق وكذا لا القادسيه يعني في اسوء حالاتها يبغى القادسيه والمباراه هذه يعني اللي يشوف المباراه كان يعني وعنده خبره في مثل هالمباريات عارف انه في جول يعني احنا نقول في فريق راح يبوق المباراه يعني معطياتها كذي مبينه وفعلا طبعا الهدف اللي سجله عدي هدف يعني من صناعه يعني تمريره ولا اروع حقيقه قلتها قولها لا باص سيف الحشان باص سيف الحشان يدرس حقيقه باص يعني يدرس فعلا ومن لاعب كبير ولاعب محلل حقاني لا 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 شوف ما شاء الله عليه يعني سيف انا ذكرت في هالبرنامج ان سيف لازم يلعب اساسي سيف الحشان حقيقه يعني لا مو شرط بخار لا 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 يستفيد قاعد يسوي مباريات النصر يعني المتعه الوحيده حقيقه لا يمكن والله خالد ما يصير واحد وايد مجد والله العظيم ماشي صار لعب مباريات النصر وخسر يا عزيز دقيقه لا خليني اقول لك يمكن المتعه الوحيده المتعه الان عشان تكمل يمكن عنده يعني المدرب عنده كبديل يستفيد ممكن بس بقول لك شيء يعني اللاعب الوحيد اللي يشعرك فيه متعه حقيقه في الدوري الكويتي سيف لانه هو افترى موسم مطاف ينزل بديل يسجل انت خليك الموسم هذا المباراه هذه نزل وسجل وصنع انتم عندكم مشكله ليش يلعب اساسي يعني انت اوكي مشكله المدرب بعدم انصاف هذه مشكله مو انصاف يعني بسرعه احنا نصعد نصعد المكان عندك انت الحين انت هذا المكان رقم 10 بدر وسيف مين تلعب ليش ما لعبوا اثنينهم ما يصير نواف شلون؟ شو تلعب اثنين نفس الاسلوب؟ لعبوا اثنين في اكثر من لعبه الحين تقولوا لي انا العب معاهم يعني سيف ما يلعب مع بدر كلش؟ سيف ما يلعب مع بدر كلش؟ بلا مع بدر لعبوا ويلعبوا مع بعض بس في لا لعبوا مع بعض شنو سووا؟ هو يقول لاعبهم هو يسووا نفس الاسلوب الطريقه اثنين مع العاب ما يسووا ولا ما يسووا اصلا؟ ما ادري والله شنو سووا اثنين من لعبوا لا يمكن يصير عادي لا ادري شو لعبوا بس عبس الغاسيه انت الغاسيه تلعب تسكر لا مو تذكر انت عندك هالمركز مره في الكويت لعبنا اقول هم الفرقه الثانيه جرات عليك نواف الحين جرات عليك النصر فاز عليك واحد طيب شو المشكله يعني؟ يعني مو مشكله انه لازم اثنين القادسيه اني افتح اللعب مو شرط اثنين صنع لعب ما يصير هذا امور شوف انا ضد المدرب حقيقه شوف المدرب لا عدل لا المدرب يعني يعني ابو علي المدرب تلعب اثنين نفس الاسلوب تلعبهم؟ لا نفس الاسلوب انا تعبت واقول أنا تعبت وناشدنا وقلنا يا جماعة في لاعبين
لهم خبرتهم في لاعبين اقول يعني لهم باع طويل ولهم تجارب. المدرب لا الموسم الثاني مو عارف اصلا شنو نضغطي، مو عارف طبيعه لاعبين. لا لا ابو خالد والله يا عزيز اسمعني عزيز، اعطى ادوات صح يا عزيز، مهاجم مثل الاوادم هو يبي عزيز هو يبي يسوي هو يبي يقول هذا عندنا هو اقول لك شيء لا لا يا عزيز هو يبي كذي عزيز شنو هو يبي انت الاثنين هذا المهاجم يعيبهم ليش تبيهم الاثنين؟ الاثنين يجيب لك واحد فيهم مميز واقول لك يجيب خمسه ما عندهم زيين يجيب ثلاثه يجيب خله بعد يا عمي هو عدي للحين هو للحين ها اخذها للحين هو مقتنع لعبه وينك هو للحين مو مقتنع لعبه لا 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 شيء نظره فنيه مو دائما تغطي نظره فنيه يعني نرد نقول لو الجنرال موجود محمد ابراهيم ولا صدق واقع صار عزيز شيء والله ذبيتنا دوختنا حتى ابو نواف حتى ابو نواف ابو نواف نفسه راح يقول والله دوختنا ما اتوقع للحين جنرال بعد وين بس شوف الجنرال بعد وين بيروح لا لا يعني شيء غريب يعني عندك موجود ومحمد ابراهيم يا اخي يا كثر التجارب لا لا يا كثر ما يعني مرينا في تجارب ورد محمد ابراهيم ويتعدل الفريق هذا واقع وتروح وترد محمد ابراهيم ويتعدل الفريق يعني محمد ابراهيم ما يصير تراني كذي عارف اللاعبين وعارف في مدرب لما يستلم نادي يحقق معاه كل شيء ما يجي مره ثانيه خلاص ليش ما يجي هذا بس سيستم كل مكان بالعالم ابراهيم احنا كل مكان بالعالم كذي كل مكان بالعالم يعني خلاص يعني ليش ما هو كذي سيستم بالعالم كذي شلون سيستم عزيز زيدان ما رد الحين مشى زيدان ما رد السير الحين السير ليش ما يجي زيدان ما رد لحظه السير ليش ما يدرب مانشستر السير بس الاتحاد اللي كان معاه مشى رابع الاتحاد مشى السير النادي ما راح اللاعبين يعني زيدان لما رجع رابع الاتحاد شيء لا الحكام وياه اخذ بطولات دعم الحكام وياه طيب ابو بليه بختم وياك خيطان اعطيناهم يعني الفقره الخاصه اللي قلت لك اعطيناها للخيطان يستحق نعم سعودي يستحق ان يعني مباراته مع الكويت كان هو الافضل من وجهه نظري الكويت ما كان جيد خصوصا انه يعني كان يمكن خسران مباراتين نادي خيطان ويدخل مع نادي الكويت ويكون بهالمستوى هذا اعتقد انه قلت لك نادي خيطان وتكلمنا عنه لكن بسعود انا اتكلم الجوله بشكل عام خصوصا هدف فواز لاعب حيحي نعم فواز رشيد دائما اشيد فيه بسعود وكل مباراه عن مباراه قاعد يثبت ان لاعب بالفعل يعني عنده امكانيه خصوصا بالتسديد بالكرات الثابته لاعب مهاري مهاري يعني خوش جول بعد جول وصار له فتره يعني ما نقول أيوه مثلا مباراه لا يعني ترى لاعب زي ما اسمع من زمان ترى لاعب زي بس ان دوري المظالم لا تعور الرباط هو تعور وكان في دوري المظالم ولكن فواز لاعب مميز كم عمره اعتقد 26 مو يعني لاعب من زمان مميز في حيل لاعب نجم ولاعب مستقبل وبالذات في حيل عندهم لاعب الأمانة ما حد شاد فيه الأمانة أنا صدمت محمد عبد الهادي لاعب مميز لاعب ممتاز ولاعب صغير ولاعب صغير هذا يا كابتن ظاهر يحسب لأنه يابا معامل النصر وعطاه فرصة في حيل ولاعب مميز ضيع الفريق مباراة النصر ما يخالف لكن اليوم بس لاعب ترى سعودي عيبة البنية ولكن لاعب الأمانة أنا أغلى مباراة في حيل قاعد أشوفه هو اللاعب الافضل بالفريق بس طيب. لاعب يعني اهم بروح لفاصل بشيد بالظاهر بس ظاهر يعني دائما قراءته تكون جيده واختياراته حق مراكز نعيم مهاجم لاعب باك ترى يمكن هذا ترى افضل مباراه حق فيحيل بالموسم كله نعم فهذا تحسب حق ظاهر يعني حق ظاهر الكابتن ظاهر طيب انا في تغريدتين بس على السريع اول شيء اختنا بدريه تقول برنامجي المفضل وحاطه صوره لبرنامجنا قاعد تتابع برنامجنا بوجود مياه الترا وهايجين وشعار الغاتسيه نتشرف يا اخت بدريه ايضا اخونا كي دبليو يقول حكم المباراه النهائيه بين البايرن وتجرس من اوروغواي من قاره امريكا الجنوبيه اي غير تجرس مكسيك امريكا الشماليه اوروغواي امريكا الجنوبيه تفرق هذا غاره يعني عموما نروح لفاصل وبعدها سنه صباحكم الله بالخير نقطتين بس قبل اخذ اتصالات النقطه الاولى يعني السؤال اللي ودي اطرحه على الانديه صراحه واتمنى تكون في اجابه وافيه من مسؤولين في الانديه السؤال الاول فلوس النقل التلفزيوني من متى ما اخذتوها هذا السؤال اتمنى تكون في اجابه من الاخوان المسؤولين في الانديه والنقطه الثانيه فلوس مكافآت الفوز في دوري التصنيف لألف دينار عن كل فوز هل استلمتوا هذه المكافآت اتمنى تكون في اجابه وافيه من الاخوان في الانديه ايضا
في خبر اليوم نشرناه الاخوان في جريده الجريده حاطين ان لجنه الانضباط تستفسر من اداري نادي الكويت احمد صبيح عن اسباب اعتداء على مراسل القناه الثالثه، وستعقد اللجنه اجتماعها القادم مساء الاثنين المقبل لقراءه رد الصبيح ومناقشته ثم اتخاذ القرار المناسب، اما توقيع عقوبه مباشره او استدعاء للتحقيق. طبعا في تعليق من اخونا العزيز النائب السابق والمحامي الحميدي السبيعي يقول ينضرب مراسل تلفزيون الكويت مرتين قدام الكل من قبل اداري نادي الكويت ولجنه الانضباط قدامه تقرير مراقب مباراه خيطان والكويت وما تتخذ قرارها مثل ما تسوي مع باقي الانديه وبالذات نادي القادسيه، وتقوم تستفسر من اداري نادي الكويت ليش ضربت مراسل التلفزيون. انا بس عندي توضيح لابو بدر وامانه هذه لازم ننقلها لان احنا دائما نحاول ان نكون محايدين كثر ما نقدر. ترى الاخوان في لجنه الانضباط حسب ما عرفت اي موضوع او اي تقرير يوصل للجنه بدال ما يستدعون اللي مكتوب فيهم التقرير يتم ارسال كتاب الى الانديه. في كتاب الصيغه تكون كالاتي يا ابو بدر، واتمنى تتاكد من هالمعلومه لان الاخوان في لجنه الانضباط اتخذوا هذا النظام بدلا من استدعاء اللي مكتوب فيهم التقرير. يتم ارسال كتاب للنادي انه والله في كتاب او في تقرير المراقب الفلاني يقول مثلا عبد العزيز عطيه اعتدى على محمد كرم مثلا، شنو السبب او شنو الحادثه؟ انا ابي احد يعتدي علي عشان نطلع من ورا فلوس، يا ابو بدر عشان نكون منصفين انا هذا اللي عرفته بعد ما تاكدت من الموضوع صراحه، فعشان نكون منصفين في نقل الخبر ومحايدين في نقل الخبر هذا عشان كذي الاخوان دزوا حق نادي الكويت يطلبون منهم مو بس توضيح. ليش دائما نربط حادثه صارت حادثه الحين قبل صارت نفسها بس ما تعاقب هذا تعاقب؟ ليش نربط دائما يعني حادثه هذه قديمه صارت تقولون قبل لا احنا بمشي على تقولون ايام شيخ ما له ما ادري شنو احنا انا قاعد اقول لك الحين ما له داعي نربط ما له داعي نربط هذه حادثه قديمه وهذه حادثه تو الحين حادثه قديمه ما له هو ربط ان اول صار والحين صار يعني ربط بين الحادثتين عرفت هذا اللي قاله الغلط صار قبل نفس الحادثه ما قال صار قال مثل ما تسوي مع باقي الانديه وبالذات نادي القادسيه اي ليش انا اقصد هذا هو سؤاله هو سؤال هو سؤاله يقول هل نادي القادسيه احمد الظفيري لما صدرت العقوبه دزيته حق الناس هذا كلام انا قلت حتى موضوع احمد الصبيح بسعود قلنا انا تكلمت عنك هني وكلمت احمد الصبيح وشرح لي وقلت لك الموضوع وفي استدعاء وراح يشرح احمد الصبيح وانتهى الموضوع بس هذا راح يسمع لا لا ما عدل لا 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 راح يستدعون ويناقشونه ما يصير موضوع ما يصير واحد اعلامي ينطق تقول انتهي الموضوع مو راح يستدعون ما يصير بلهيب لا ابو محمد احمد صبيح احمد صبيح ما تعود عليه في ملاعبنا معك واحد يباشر عمله ينطق الحين مو راح يستدعون احمد الصبيح اوكي وراح يناقشونه وراح يعرفون بعدها تاخذون ايقاف مو ايقاف غرامه راح يبين بس ما يصير هذا لازم تدافع لازم تدافع عن شيء غلط في استدعاء راح يستدعونه ويناقشونه يا ابو لهيب ابو سعود يعني انا استغربت من الاخوان في نادي الكويت يعني ما اصدروا بيان المفروض في بيان يا انك تبين الحادثه وتوضح الامر ترفض مثلا هذا الامر تعتذر من الاخوان لا نرفض طبعا لا نرفض الاخوان ساكتين ترى في تقرير في تقرير وراح يستدعون يعني احمد الصبيح وراح يشرح هنا يعني غرامه يعني الشمري اصدر بيان لا لا احنا ضدها الاخوان قالوا في بيان يعني احنا ضدها تصرف نواف ضده وفي استدعاء وراح يبين الموضوع شنو راح يكون نعم ما هو الغلط شوف سعود الغلط غلط الحين اول قبل يعني الواحد يريد تكون عداله بس ما يصير لو انا لما اقول اول سوى غلط الحين لازم اسوي لا الحين لازم اسوي غلط ما يصير يعني لا تربط غلط الغلط غلط ما يصير اول صار غلط الحين ما الحين انا بسوي مثل الغلط الاولي ما يصير خلاص الغلط غلط بعدين الشغله الثانيه مشكله وقايلين هالكلام مشكله ان اذا رفيجك صار احمق يعني انا اتكلم حق المسؤولين اي مسؤول اقول حط مالك اذا بتحط واحد لا تحطي واحد يبي يحبك يبي ينفعك يضرك ليش لانه احمق والله لانه يبي يفيدك رفيجك يحبك الحين ترى عندك صديق يحبك ورفيجك يبي يفيدك يبي يفيدك لكن قاعد يسوي اشياء قاعد يسيلك يضرك فيها يضرك نعم فيها هذا لازم ننتبه عليه طيب. احنا كمسؤولين يعني انت حتى لا لازم المفروض تقول حق رفيجك تقول له لا تسوي شيء يضرني طيب يعني بس المشكله ان هالشيء قاعد يحصل الان يعني صار يومي في رياضتنا مشاكل الهوشه والاعتداء صار حدث عادي يعني مو نفس مثلا يعني
قبل كنت استغرب اخ شلون اعتدى قبل صار عادي الحين كل يوم هوشه مره هذا لا والمخافر كلام ابو خالد صحيح والمخافر هذا الامر انا حملت فيه اخوي نواف الهزاع واخ عزيز عادي السالفه يشوفني الان ويتابعني ان شاء الله ووصل يعني احنا كرياضيين الحين متابعين لما صارت السالفه يعني ما استغربنا عادي كل يوم يعني كل جوله في اعتداء في كل جوله صار صحيح صحيح هذا الامر زاد انا حملت فيه هذه ثقافه نعم. هاي ثقافة مشكلة نعم. الناس أنا يعني البعض شعنا الثقافة لا مالت الحماقة لكل داء دواء نستطيع فيه إلا الحماقة أعيت من يداويها أحسنت شو طيب يعني ما يدني أنا بس عشان أخوي نواف الهزاع يقول ليش أنا قلت لك شخصيا يا أخوي نواف عدم الإعلان عن العقوبات هذا اللي قاعد يشوفه الآن وأنا مصر على رأيي البعض يقول مو طبعا مو نواف البعض يقول إنه والله في منهم مدرسين في منهم أولياء أمور في منهم مدراء مدارس لما يشوفون انه عوقب او اساءه حقه زين هو اساء حق نفسه أيوة. هو لما يطق لاعب ولا يطق اعلامي ولا يطق حكم ولا يطق واحد على المدرج اساء حق نفسه شلون تبي تقول والله السؤال ليش في كثره يعني كثرت هالامور لانه ما في اعلان على العقوبه ابو خالد هذا يتحملها اخوي نواف الهزاع لجنه الانضباط انا حملك اياها يا اخوي نواف تقبلها مني اعلن وخلها تنتشر توقف مباراتين توقف اربع مباريات عشان تكون رادع اما تصير تسريبات والله طلعوا شيء انه وقفوه ثلاث مرات والله هذا وقفوه الاداري مباراتين لا اهم شيء في عداله بعد نعم لازم في عداله لا ان شاء الله عادلين الاخوان في لجنه الحكام انا مره قلت لك يا لجنه الحكام قلت لا لجنه الحكام لجنه الحكام ما يصير لا يصير لا 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 يصير على الوضع الحين قاعد يصير لجنه الحكام ليش ما تصير كل العالم ما يعلنون ادري انت ما يعلن بس عزيزي يعاقب مو خليني اقول لك شغله عزيزي الحين ما لا يعلن بس اليوم الحكم مخربط وكل شيء باكر حاطه المباراه لا لا ما صارت لا صارت الحين ما صارت ما صارت الحين ما صارت لا قبل صارت بس الحين ما صارت طيب لا لا قبل يعني قبل شهر شهرين صارت بس الحين ما صارت اخذ اخوي ناصر صبحك الله بالخير تفضل ناصر يا حياك الله حياك الله نقعتوني والله صار لي 7 دقائق والله قاعد يتهاوش يا قاعد يتهاوش ويانا شو نسوي عادي يا ليت الهواش نطلع فايدة للأسف كل حلقة هواش بهواش ما شو نسوي بعد هذا وضعنا الرياضي الوضع الرياضي آخ بساخ أبو سعود أول شيء أبارك للأهلي المصري تحقيق برونزية وثالث على العالم أحسن من الهلال اللي طلع الرابع على العالم هذا أول شيء وثاني شيء أبارك لقطر على التنظيم الرائع شو اسمه حق كأس العالم وانطر شهر 11 و12 حق كأس العرب انطر ثلاث ملاعب جديدة وشوفها وحنا بس نبارك أما المباراة الاتحاد والأهلي حبيت بالنسبة لي أعتبر فوز الاتحاد لأن الأهلي كان مسيطر على المباراة الاتحاد من نزل عبد الرحمن العبود تغير شكل الفريق كان المفروض طالعين 2-1 بالنسبة بسولف عن الملعب أبو سعود حنا الملعب الفرعية الثانية اللي مو الرئيسية والله العظيم حصل ما تدرب عليه للأسف صحيح صحيح شكرا لك شكرا لك أخوي ناصر أخوي سعود صبحك الله بالخير صباحك الله بالنور سلم عليك وعلى ضيوفك الكرام عليكم السلام حياك عندي بس نقطة أنت والنشاط الرياضي تفضل المفروض الجمهور ما يجي ولا يدخل واجتماع يعني بين الأندية كلهم أي واحد يجي يعني من الجمهور يقولوا له يعني اسمع لنا ما يدخل إلا الإداري واللجنة الإعلامية فقط نعم نفس دول الخليج يعني عندك المملكة العربية السعودية قطر البحرين عمان كلهم دوري شغال وكل شيء الامور كلها بخير شكرا لك شكرا يا شكرا لك يا اخوي سعود وحسن صبحك الله بالخير صبحك الله بالخير يا ابو سعيد على ضيوفك الكرام حياك الله انا عندي رد على اخوي نواف الخالدي في اتصالي السابق بالحلقات السابقه يوم قلت له اعتبر الزعيم الشرعي هو نادي العربي لان الغاتسيه اخذ بعض بطولاته بالحكام قال لي الغاتسيه ما يحتاج حكام والغاتسيه نادي كبير ومتسيد على البطولات انا اقول له نعم الغاتسيه كان متسيد على البطولات لكن ليس جميع البطولات في بطولات الغاتسيه اخذها مساعده الحكام وهذا الشيء ما حد يقدر ينكره وتاريخ مسجل انت ب 2015 تقدر تنكر وتقول الغاتسيه ما يتخاذ لان نادي كبير هذا حقائق تتكلم انت عنها ما تقدر تغير شلون انت ليش ما فزت على الغاتسيه عندك هذا متى بالدوري فوز على الغاتسيه ايه افوز انا راح افوز ما فزت في هالموسم
موسم أنا تخاف خليني أتكلم بس خليني أتكلم عشان دقايق عشان دقيقة لا تخلص. أنا أنصحك يا نواف الخالدي، أنا طبعاً فوق الخمسين سنة زعيم، أنت يعني بطولتين ما أخذها بالصفارة تقول لي زعيم من أكثر يعني فريق الدوري. شلون تحسب الزعامة؟ طبعاً عربي إحنا يعني نحترم تاريخه والعربي فريق كبير والعربي نعم يعني ونحترم تاريخ العربي لكن أبد. لكن الزعيم الحقيقي هو الشرعي هو النادي العربي. أنا أنصحك المباراة الجاية ضد العربي تجهز لك يبا ليمون نعناع وحبتين حبوب ضغط لأن السنوسي الهادي والدباغ وعلاء الدالي راح يلعبون لعبة الحية بالغاسية. فأحسن لك ساعتها تطق لك ليمون نعناع وحبتين حبوب ضغط وتهدي أمورك وإن شاء الله أمورك تصير مية مية. مشكور. بسعيد صحيح. آخر كلمة بس تكفى الكاميرا لا تحط وايد على إيد نواف الخالدي لأن لون البزمة تعمل عين. سلام عليك. سلام عليك. شو الأزرق الهلال؟ هو خرب أن اللون أزرق ولا آخر اتصال أخوي محمد صباحك الله بالخير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. بس أنا بقول نقاط على الرياضة الكويتية ليش وقفت؟ تعرفوا ليش وقفت الرياضة الكويتية؟ يعني قاعد نشوف الإصابات كوفيد 19 أمس يعني مؤتمر عبد الله السند قاعد يقول إصابات واصلة 1000 2000 3000 يعني حرام. وجاء الشيخ أحمد اليوسف كان برنامج بين الشوطين اتكلم على الشأن الرياضي والشأن المحلي والشأن الفني. بس أنا نقطة سريعة بقولها أتمنى الرياضة ترجع من أول جديد ما توقف الرياضة. يعني أنت وقفت المنتخب وقفت الدوري حرام ظلم يعني الجماهير شنو دمهم؟ ما نبي جماهير نلعب عاديين وبس وجيب لنا حكام يعني حكام من برا أحسن شيء يعني حكم دمراكي وحكم هذول حلوين. يعني أنت جايبين حكم داخل الكويت ما يروح للفار ولا يحسب فاول حرام لا تظلمون اللاعبين والله حرام. شكرا مع السلامه. شكرا. بس بعقب عشان بس دقيقه بعد اليوم النهائي اللي صار او بطوله كاس العالم او البطولات اللي بتصير قاعد بيصير بقطر انا عارفها الجمهور اللي يحضر المباراه ترى ما يدش الا بي سي ار لازم يكون عنده فحص صحيح. فاحنا احنا عندنا لما نطبق هذا الشيء لا احنا بدون جمهور قايلين احنا حتى بنطبق الجمهور لازم يكون لا انا حضرت ترى يوم رحت الريان يوم رحنا مباراه نهائي دوري ابطال اسيا وايضا كاس امير قطر ما شهاده البي سي ار شهاده البي سي ار ابلكيشن اي ابلكيشن ابلكيشن الباركود التليفون ما يدخلوننا الملعب لا وين شهادتك. فهذا احنا لما نطبق الجمهور مثلا احنا ما نبي جمهور على فكره ترى ابو علي احنا دعوه يعني انا مو جمهور مثلا والله واحد من جمهور انا يعني موجه لي دعوه ودعوه رسميه واروح بالمقصوره الرئيسيه الخاصه بكبار الشخصيات وهم اطلبوا لا تدري شنو شنو المشكله ابو علي ما ادش بلا مكان الا معك هذه تدري افيدك بشيء انا ما كنت جاي بالتليفون التليفون معي صدق والله دقوا على الفندق وين فندقك والله فندقي عنده يبقى هذا ساكن عندكم وفعلا شيء يعني تخيل معنا دعوه عندي وكل شيء هذا الصح ما قال بعد التنظيف ومن ضمن الكلام اللي سعود لازم طلب الاجتماع اللي بيصير واتمنى قال خوش كلمه اسف بس للتوضيح مو الفندق دقوا على هذين مال وزاره الصحه عندهم ان هل فعلا مسوي البي سي ار هذا رقم جوازه اسمه عندكم سوي بي سي ار صح لا وانا الحين على كلام سعود العالمي قال خوش كلمه قال الاجتماع اللي يصير يوم الاحد انه يتعهدون وفعلا نطلب من وزير الشباب انه يطلب من رؤساء الانديه يتعهدون ان عدم دخول الجماهير وعدم يتعهدون رؤساء الانديه احنا نتحمل مسؤوليه عدم دخول جماهير عشان نستأنف الدوري. طيب خوش كلمه عموما بنروح حق تقرير احنا في احد الاخوان اتصل فينا كان صغير صراحة وشدنا أن عمره صغير وتقريبا 11 سنة فشدنا الاتصال شدنا حديثه أيضا كان ما شاء الله يعني متحدث وفني تكلمنا فنيا فأخونا العزيز يوسف ولا خلف والله خلف العنزي ويوسف هندي أيضا فتح ديوانه مشكورا لاستقبال هذا الشاب الصغير وأجرينا مع لقاء نتعرف عليه أكثر عن قرب خلينا نشوف التقرير. مساكم الله بالخير. اليوم ويانا ضيف أصغر محلل رياضي مواليد 2009 يعني بعمر 12 سنة
خلونا نشوف شنو عنده من آراء رياضية. إذا أقول لك عبد الله، شو اللي خلاك تتصل على برنامج الديربي وتدخل معانا هذه المداخلة؟ والله أنا شفت الرقم صدفة في إنستغرام وحبيت أعطي رأي للجمهور. كان قبل مباراة منتخب الكويت وفلسطين، شنو كان رأيك في التشكيلة؟ تشكيلتنا أمام فلسطين كانت سيئة، وكانت هي من أسباب خسارتنا. يعني المناسبات الجاية من المنتخب أتمنى إنه يدخل بالتشكيلة هذه. إذا يعني أنا أقدر أقولها؟ تفضل قول. 4-2-3-1 الخطة، بحراسة المرمى جمال عبد الغفور، بخط الدفاع أحمد إبراهيم وفهد الهاجري، وبالأظهرة مشاري الغنام وراشد الدوسري، وبخط الوسط أحمد الضفيري وسلطان العنزي، وبالثلاثي الأمام وشيك الحشان وعز الرشيدي ومبارك حسيني، وبالمقدمة يوسف ناصر. في بعض المحللين تأخذهم العاطفة اتجاه شخص معين، راشد الدوسري ما قاعد يلعب مع نادي القادسية بشكل أساسي، أنت اخترته مع المنتخب ليش؟ لأن اللاعب فيه عنده الموهبة الكافية أنه يلعب بالمنتخب. يعني مو عشان دوسري ولا؟ لا أبداً. أنت مع اعتزال بدر المطوع؟ بالفترة الحالية إيه. قد يكون هذا يعني عدم وفاء لتاريخ بدر المطوع. هو قدم كل اللي عليه، وحاليا جاء الوقت اللي يختفي من الكرة الكردية. يختفي قد تكون قاسي، انت قد تساوي عدل؟ اي نعم قد تساوي، بس هذا الصدق يعني ما. شنو سبب غياب نادي القادسية عن البطولات؟ الظلم اللي قاعد يصير من الاتحاد الكويتي والإدارة والمدرب، لازم الكل يتغير، المجاملات نبتعد عنها. تلعب كرة أنت عبد الله، ومثل ما عرفت أنا لاعب زين، سبب يعني عدم وجودك في أي نادي محلي لا القادسية ولا غيره؟ الأندية الكويتية ما تعطيك الفرصة أنك تبدع، إذا دخلتها فراح أنتي من الكرة الكويتية. ليش؟ يعني أنت تبي تسجل فترة فقط؟ لا أنا ما راح أسجل، أنا بكون بالأكاديمية اللي أنا فيها حاليا الاتحاد، وإن شاء الله إذا كتب الله أطلع برا الكويت، بس ما راح ألعب بأي نادي. أنت ما تبي تلعب في الكويت تقول، لأن يحجرونك لاعتزالك برا الكويت. الهلال السعودي. الهلال. كذي زعلت عبد العزيز عطية، واحتمال هذا المقابلة أعتقد أنها ممكن تتكنسل، تشوف شيء هذا؟ مبارك الدوسري بعد يستحق. الكرة على طول، القاضية 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 القاضية، إنها القاضية القاضية للزعيم. والله الله يوفقك اخوي عبد الله، والله يحفظك ان شاء الله لاهلك. ما شاء الله عليه. يعني انا قدم له عرض انا بالاكاديميه. حلو. اي ابي عندي بالاكاديميه. انت قوالتي بس ولا إيه؟ بس لا عندي الحين ابي 10 لاعبين وابي اوقع معهم. مو قوالتي ها؟ لا في لا تخلي قوالتي، ابي احد يشوت عليهم بعدك. بعد لا تخلي يصير قوالتي. مميزين اي يعني مو يعني 10. انت اهم شيء قوالتي سند. لا هذا سند. سند اهم شيء. طبعا العرض عشان يشجع الهلال يعني، مو ما شاف اداء. الهلال عزيز ضاق خلقه ان الهلال. وانا باخذه عشان اشجع الهلال. يمدحها كل شيء، ضاق خلقه احنا نشجع الهلال. شنو العقد العرض شنو ابو؟ والله عاد بيني وين عزيز؟ خلنا نعرف يعني خلنا نعرف. لا مده سنه. اي لا مده سنه. اي خلنا نعرف شنو العقد. مجاني مده سنه. مجاني بعد مره. مجاني. حلو حلو خوش عرض. شنو العرض؟ مع اللبس طبعا. مع اللبس. لا عزيز عاد مو سنه كامله عزيز. اه انا اقول في اداره في مو تقول هلال يستاهل. مو تقول هلال يستاهل. اثنين شهور. عطى سنه هلال يستاهل. تدري لو نصراوي جميع اعطيه قايل عزيز عزيز لو قايل نصراوي شنو راح تعطيه؟ انا لو قايل نصراوي يبي يسلم راسك اصلا من طواري مدلول نوديه ايطاليا. لا الحين في البرنامج اوديه ايطاليا مو بالهلال اوديه ايطاليا. لا بالاكاديميه وهو من يعز عليه. يلا شنو بما انه هلالي هو من عز على بالاكاديميه اشتراك قال له شهر
لا مشاهر قاعد بلاش يعني لا لا إيه هو من عزال لا لا يعطيك وتعطي وتعطي فلوس بعد لا بعدين تعطي معاش خسرت كذي ما كديت طيب انا بختم كالعاده تبغون شيء قبل لا اختم تقولون شيء في شيء بتقول شيء لا نواف تقلت شنو في موضوع قال حق معدنا لا ما قلت ما ادري ما قال لك لا لا على اي لا اقصد على على بيت الشعر اللي بغيت تقوله عن المتنبي لا 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 يعني حقيقه شفنا موضوع اثير في الفتره يعني الايام اليوم اللي طافوا حقيقه بين البيان اللي صدر من الاتحاد على بخصوص كلام السيد فواز الحساوي وامر طبعا احزننا كلنا لان فواز ما تكلم يعني يعني كذي من الا يوم كان هناك همز ولمز يعني كلنا نعرف انه يعني اتهام عليه حقيقه وانا استغرب انه بعد ما رد فواز بدا بيان وراح نسوي واحنا كلنا معاه واحنا كلنا ضد واحنا كلنا فيا جماعه يعني مو معقوله الامر هذا يوصل لهالحد انت الحين يعني كل فعل ردة فعل وخسرها فواز في تغريده يعني لخص هذا كله فعلا من طق الباب لقى الجواب فانت ليش زعلان انت الان يعني تزرع الشوك وتبي ورد ما يصير وبعدين فواز الحساوي رجل خدم وعمل ورجل له مواقف ورجل يعني يعتبر من رموز الرياضه الكويتيه مو معقوله تصير يعني يصاغ هذا البيان بهالطريقه اللي كانه احنا راح نقاضي واحنا راح نعمل وراح نعمل تعمل على منو على فواز الحساوي انت اللي تحرشت فيه انت اللي استفزيت وانت تحرشت وما تبون يدافع عن نفسه حقا انه يدافع عن نفسه فاذا كان دفاع فواز عن نفسه يزعجكم من الاساس لا توزعون الاتهامات على الناس وتطعنون في شخص كلنا نعرف من هو فواز ونعرف ماذا عمل فواز وما هو فواز اصلا اللي يصاغ له على البيان هذا حقيقه شيء امر ازعجنا واذا كنتم يعني خذتوها ان ما ترضون وتبي تدافعون فاحنا كلنا ايضا راح ندافع عن فواز وفواز هذا اذا زعلت الكويت كلها معه طيب امر مزعج حقيقه قبل لا اختم ايضا كالعاده دائما اختار حساب رياضي وبما ان تشيلسي اليوم فاز في الكاس على بارنزلي بصعوبه بهدف نظيف اخترت لكم حساب تشيلساوي هو اسمه ياسر انا ما ادري صراحه هل يعني هل هو اسمه ياسر ايضا على نفس الحساب عموما الاخ ياسر متابع جيد لتشيلسي ودائما نعم لا يفهم ما عنده عموما اخونا تشيلسي ياسر طبعا يعرض دائما اخبار تشيلسي مباريات تشيلسي ويعطيكم اياها اول باول مع التشكيله مع احداث المباراه كل هذه الامور خاصه لعشاق تشيلسي ادعوهم لزياره حساب اخونا ياسر الله يعطيك العافيه اخو ياسر بالفعل يعني حساب مميز ويستحق خاصه يعني مو بس حتى التشيلساويه الغير تشيلساويه ايضا اللي يتابعون يحبون الفرق الانجليزيه ايضا ادعوهم لمتابعه حساب اخونا ياسر طبعا هو الصوره اللي حاطه صوره لقطه لان ما كان في موجود فار في مباراه الكاس فيرى بان الفريق انظلم لكن بالنهايه فريقك فاز مبروك للتشيلساويه هار لك لعشاق بارنزلي اروح لفزورتنا امس عرضنا صوره كانت تيشيرت منتخب في مونديال 94 وطبعا تيشيرت المنتخب الامريكي منو اللي فاز معانا بالجائزه النقديه والعينيه من هايجين نشوف كالعاده صاحب الحظ السعيد اللي فاز طبعا مشاري مبروك مبروك راح يتواصلون معك الاخوان القائمين على حساب هايجين في الانستغرام خلينا نشوف سؤالنا اليوم صوره ل منو هذا؟ وش الناوي هذا؟
الشناوي منو فاروق الفيشاوي الشناوي شنو نواف قول والله ترى يمكن نواف انت شو تقول بعدين هذا صاحب هذا طبعا هذه الصوره ليش ضحكوا لان في شبه منه لانه يمكن هو يمكن هو على فكره ترى ايضا نواف عاشق لعصام الحضري فلابس في فنيله الاهلي كان في هذه الصوره وصلنا الختام شكرا محمد كرم شكرا مسعود فريدون شكرا فرج زايب شكرا نواف الخالدي شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هايجين مع الترا شكرا لطياب المرشود شكرا لينكوست شكرا لمركز عبد الله تقي للاقمشه شكرا لايضا شركه الانظمه الاوروبيه شكرا لشركه غرب الخليج العقاريه شكرا ايضا لدير اندير شكرا لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوزيس في الكويت شكرا لمعرض اسد للملابس الرياضيه نلقاكم باكر الى اللقاء.